إطارات مشتعلة للمعترضين على تسيير الدوريات الروسية التركية. الجموع التي جاءت إلى هنا قطعت طريق الأنفار في أول أيام تنفيذ بروتوكول موسكو في تأمين الطريق وتسيير الدوريات المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار. الدورية الروسية التي منعت من جولتها بالحجارة والسلاح عادت أدراجها قبل وصولها إلى النيرب وقلصت مسارها بعد تهديد مسلحي الجولان الذين انتشروا على كامل أوتوستراد اللاذقية حلب. فمن أراد أن تثكله أمه ويتم أطفاله وترمل امرأته فليطأه بقدميه، والخبر ما ترون لا ما تسمعون. النصرة تخشى خسارة أريحة وجسر الشغور وجبل الزاوية وشحشبو، فالاتفاق الذي ينزع السلاح بعمق 6 كيلومترات سيحرمها أمكانية تعزيز نقاط دفاعية لتصبح كل مناطقها نحو الحدود مع تركيا ساقطة عسكريا. الجولان يخوض معركة الحفاظ على ما تبقى من إماراته ضد الجميع تقريبا. النصرة وحلفاؤها في غرفة عمليات وحرض المؤمنين من حراس الدين وأنصار التوحيد استبقوا البدء بتنفيذ الاتفاق بنشر مسلحيهم على كامل الطريق بين اللاذقية وحلب. الجولان لم يتوقف عن التهديد في مواجهة الدوريات الروسية منذ عقد الاتفاق مع أنقرة. هيئة تحرير الشام لا توافق على إدخال جندي روسي إلى داخل المحرر طوعا. إذا أراد أن يدخل بالطريقة العسكرية فننال شرف صد محاولة دخوله. لكن الحرب على النصرة كي تكون مؤثرة لا تزال تنتظر ضوءا أخضر تركيا. موسكو منحت أنقرة وقتا إضافيا من أجل تصفية الإرهابيين وتأمين تسيير الدوريات على طريق الأنفار بحسب وزارة الدفاع الروسية. الدوريات المشتركة هي اختبار لأنقرة وحاجتها لتأمين انسحاب من العملية العسكرية في إدلب يحفظ ماء وجهها بعد خساراتها الكبيرة في مواجهة الجيش السوري وحلفائه. وبرغم التناقض بين رؤية موسكو وأنقرة للحل في إدلب، تبقى حاجة الطرفين إليه كبيرة لمنع الانزلاق مجددا إلى مواجهة مباشرة. ومع انعدام وضوح بنوده وآليات تطبيقه يبدو اتفاقا مرحليا. نجاح كل مرحلة يقرر الانتقال إلى أخرى، ما يمنح الجيش السوري وحلفائه خيار العودة للحسم العسكري مجددا إن لم تلتزم أنقرة ومن ورائها الفصائل المسلحة. ديما نصيف دمشق، الميادين.